هل هناك سحر مشروب ومرشوش؟ هناك سحر لكن لا يضر أحدا إلا بإذن الله. قال تعالى: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالسحر موجود لكن لا يضر إلا بإذن الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: ما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر، وذكر الحديث. قال تعالى في سورة الفلق: ومن شر النفاثات في العقد، وهن السواحر اللواتي ينفثن في عقد في الخيوط ويعقدنها. ولا يخفى عليكم قوله تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. قال موسى: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. في سحر موجود لكن لا يضر إلا بإذن الله. أما كلام الأخ نجيب مية ومش عارف أشياء، علاج السحر الرقية والدعاء. علاج السحر الوارد في الكتاب والسنة حاصل للرقية والدعاء. الرقية والدعاء هذا، والشيء بشيء يذكر. فأقول معلومة لعل بعض إخواني ينتفع بها، كانت معلومة دنيوية لكن عندنا أيضا تذكير بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. هناك شيء يسمى صبغ النحل، يسمونه العكبر، العكبر يسمونه البروبليز. ما قصة البروبليز أو صبغ النحل أو العكبر؟ هذا هو شيء، ثلاث مسميات لشيء واحد على ما أفادني المختصون في العسل. الخلية كما يقولون المختصون واضعة، الخلية واضعة مدافعين يدافعون عنها. ففي نحل يدافع عن الخلية، يدافع عن الخلية إذا أراد عدو أن يغزو الخلية. فطبعا إذا كانت حشرات أو أي شيء تريد تدخل الخلية فتحصل معارك على باب الخلية، تحصل معارك على باب الخلية فيسقط نتيجة المعارك قتلى، قتلى على باب الخلية. النحل سبحان الله إذا ترك القتلى سيسببون بكتيريا تضر بالعسل، فتأتي النحلة، تأتي النحلة تصنع غطاء حول القتلى كتحنيط، كتحنيط اللي فتصنع صبغ النخل، صبغ النحل هذا للتحنيط حتى لا تتضرر العسل بالبكتيريا. صبغ النحل هذا يقولون أو العكبر النحل من أقوى المواد المناعية، يعني من أعظم المواد التي تكافح السرطانات وتكافح الأمراض بإذن الله، وهذا غالي جدا. لكن الغشاشون لم يتركونه أيضا. ماذا أصنع الغشاشون الآن؟ يعني هذا الخلية تنتج شيئا قليلا من هذا، فهم يأتون ويصنعونه تصنيعا من مواد خام غير ويضيفون عليه بعض النكهات وبعض الألوان ويبيعونه. يكلفهم مثلا هذا الشيء 50 جنيه، مصنعون الغشاشين يبيعونه للعطارين ب950 جنيه. العطارين تجار الجملة، تاجر الجملة يبيعهم 5000 جنيه وهو في الأصل مغشوش. فالناس الأثرياء مساكين ويتعلقوا بأي شيء، يقول لك صمغ النحل، يذهب للعطار، العطار يقول 5000 جنيه، يصدق خلاص إنه ممتاز غاية الامتياز، غاية الامتياز، لأنه ب5000 جنيه مش معقول يعني يبيعه كده هو غشاش، هو في الأصل غشاش. وكان بعضهم يشتري دهن الماعز من الصين ولا من أي مكان، دخلوا مصر على أنه دهن ماعز للجمارك، يقول الجمارك دهن معيز، وبعد ذلك
كان يشتري قبل الثورات هذه الجيران بثلاثة قروش، يبيعه بثلاث جنيهات للتاجر، التاجر يبيعه بثلاثين جنيه للناس. فانتبهوا يا إخوة من الغشاشين، لابد أن تحرصوا على الأمناء. ما أدري هذا الدكتور عماد عبد الله. ماشي ماشي.